حرص مشروع مسام مثله بادارته الوالد استاذ اسامه بن يوسف القصيبي على ازاله الخطر للالغام وهي التي تمثل خطر، كما ان جائحه كورونا تمثل خطر على حياه العالم بشكل عام، فان الموت المدفون تحت الارض يمثل خطر كبير على حياه الناس هنا. فتم اعداد خطه لذلك، وهي اخذ كل الاحترازات من توفير كل المستلزمات الطبيه، طبعا مع التنسيق مع الاداره الطبيه، يوجد لدينا كادر طبي متخصص، وتوفير كل المستلزمات الطبيه بدايه بانشاء غرفه حجر صحي، توفير كل المستلزمات، يوجد لدينا مخزون كافي لفتره طويله، اخذ الحيطه والحذر عند الدخول او الخروج الى الموقع، وكذلك عمل دوره تدريبيه لكل العاملين في المنشاه بالتنسيق مع ادارتنا الاداره اللوجستيه، وعملنا على ذلك. فلذلك لابد ان احنا نستمر بالعمل، لانه عملنا كما بالشكل انه لابد ان احنا نزيح ذلك الخطر المدفون.